شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي افتتاح المعسكر التدريبي للمدارس التكنولوجية التطبيقية وقبول دفعة جديدة في هذه المدارس، والتي تعد الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني. وصل عدد هذه المدارس إلى 10 مدارس خلال عام واحد. وخلال الاحتفالية أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جودة التعليم ومستوى الخريجين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه سيتم وتتم تنمية مهارات الطالب على جميع الأصعدة. الدولة المصرية حريصة على دعم التعليم الفني، القيادة السياسية طالبة التوسع في هذه النوعية، بعض الدول طالبة مننا فنيين متخرجين من هذه المدارس. الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت بالفعل، بدليل اللي انتوا شفتوه النهاردة، الطلبة معتزة بنفسها وفخورة وقدروا نفسه مدارس التكنولوجيا الدولية بمعايير دولية، وبالتالي الاعتماد يكون ده هيبقى دولي، وبالتالي يقدروا يشتغلوا في كل الدنيا في خارج مصر كمان. النهاردة وإحنا بنطلق مدارس جديدة بنظام تعليمي جديد وفكر جديد وبيطلع وبيستثمر في البشر في مجال دراسي مهم وحديث، هو نوع الاستثمار اللي إحنا نبقى سعداء بيه مع الشعب المصري ومع الحكومة المصرية. التعليم العام مش هو الحل الوحيد، في تعليم فني زي ما حضراتكم شايفين جوه كبرى الشركات المصريه بتستثمر وبتبني قدرات ولادنا عشان تشغلهم في مصانعهم وتشغلهم في شركاتهم. فالحقيقه المدرسه بتاعتنا هي مدرسه دوليه للتكنولوجيا التطبيقيه، مدرسه نقدر نقول متكامله، دراسه فيها من 7 صباحا ل 4 مساء، برغم من كده الطلبه بتوعنا ما بقوش عايزين يخرجوا من باب المدرسه، مش بس المهارات الاكاديميه والمهارات اليدويه اللي بيكتسبوها، ولكن كمان احنا عندنا برامج للولاد زي الموسيقى والدراما والرياضه وغيره اللي بيخلي الولاد فعلا اتاتش او مرتبطين بشكل كبير جدا بالمدارس ديت. انا كنت في مدرسه حكومه عادي، الحمد لله نجحت وجبت مجموع حلو، فابتديت ان انا ادور على المدارس، ما كنتش عايزه اخش ثانوي عام، بس ابتديت ان انا ادور على المدارس، لقيت المدارس الدوليه، فابتديت ان انا ابحث اكتر، لقيت من ضمنهم مدرسه فريش الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه، ابتديت ابحث عن التخصص بتاعها، لقيت التخصص بتاعها هو الاستنباط، هو كان غريب عليا لانه اول مره اسمع التخصص ده، بس حبيت ان انا اخشه لان انا بحب المجال بتاع الصناعه وكده. عايزه اجرب نوع تعليم جديد، وخصوصا ان انا كنت بفكر اكتر بطريقه عمليه، كنت بفكر ان انا التحق بسوق العمل. فلما جيت ثالثه اعدادي لقيت عملت سيرش عن مدارس، ولقيت مدارس الدوليه التكنولوجيا التطبيقيه، وكان منها في اسكندريه مدرسه فتح الله الدوليه التكنولوجيا التطبيقيه، واخترت المجال ده لان انا قبل اساسا لما اعمل سيرش عن المدارس كنت مختار المجال اللي انا حباه. انا بحب مجال اللوجيستيك قوي، فعشان كده لقيت ان فتح الله متخصصه في المودرن تريد. انا اخترت المدرسه دي لانها تمام حاجه جديده وكمان مدرسه دوليه، فبالتالي المدرسه كمان تخصصها جديد اللي هو تسويق الخدمات الماليه، ان اول مره اسمع ان في مدرسه بعد اعدادي تدي تسويق، وانا ليا يعني خلفيه عن التجاره والتسويق والبيزنس وكده، وبعد ما دخلت المدرسه اكتشفت انها لا، ده في حاجات مجالات كتيره، منها البنوك والتامين، ومنها برضو البيزنس والماركتنج وغيرها من الحاجات المهمه اللي بتفيد الاقتصاد هنا في البلد. كنا في تدريب ميداني في الفتره اللي فاتت دي كلها، حسيت ان انا في حاجات كتير قوي اتغيرت فيا، او عرفت حاجات اكتر عن الجدارات اللي انا باخدها، فحاسه ان انا لما ارجع تاني المدرسه هبقى فاهمه الموضوع بشكل اكبر، لان انا شفت الموضوع عملي قصاد عينيا.